السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبطال الأمريكان دبلومة Grade 12 in our series of biology lecture for Egyptian Scholastic Test EST2. النهاردة نتكلم عن المولكولر بيولوجي. يعني إيه مولكولر بيولوجي؟ المولكولر بيولوجي من ضمن الثلاث محاضرات اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وقلنا إنها من أهم المحاضرات أو من أهم التوبكس اللي لازم نعرفها كويس جدا ونفهمها كويس جدا علشان امتحان الـ EST2 في البيولوجي. المولكولر جيناتكس بتكلم عن Advanced Science، نوع من أنواع الـ Advanced Science، بيتكلم عن الـ DNA دخلت جوه الـ Nucleus أكتر، وعايزة أفهم أو عايز أفهم إيه اللي بيحصل جوه الـ Nucleus، إزاي بيحصل الـ Replication of DNA، إزاي بتنتقل الجينيتك انفورميشن من البيرنتس تو ذا سن. تمام، يبقى احنا لازم نتعمق اكتر داخل النيوكليوس. تعالوا مع بعض نبص او نبدا المحاضره بتاعتنا. احنا عندنا ادي السيل اهي، تمام، زي ما احنا متعودين، وجوه السيل في عندي اورجانيل مهم جدا وهي النيوكليوس. Inside the nucleus في عندي الجينيتك انفورميشن او الجينيتك ماتيريال. ايه هي الجينيتك ماتيريالز اللي موجوده عندي؟ هي الكروموسومز. زي ما قلنا المره اللي فاتت، الكروموسومز قبل عمليه الريبليكيشن او عفوا قبل عمليه الديفيجن بتكون في شكل كروماتين فايبر، تمام، واثناء الديفيجن بتتحول الى كروموسومز زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب انا عايز أدخل أكتر جوه الكروموسوم. لو أنا عندي ده، أدي الكروموسوم بتاعي بالشكل ده، تمام، لو جينا عملنا زوم أكتر للكروموسوم هلاقيه بيتكون من لاين، زجزاج لاين كده، وبعد كده يبتدي يظهر عندي حاجة كده عاملة زي الكورة كده مدورة، تمام، وحواليها اللاين ده موجود، اوكي كده بالشكل ده، اوكي. وبعدين تبدا تتضح عندي الرؤيه شويه انه الكور دي، انا بكبر طبعا كل شويه، بعمل زوم اكتر، بعمل زوم اكتر لللاين ده، الاقيه بيكبر معايا بالشكل ده خلاص، ويظهر عندي إنه اللاين ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ DNA، خلاص أهو بالشكل ده، تمام؟ يبقى ده الستريب بتاع الـ DNA. إذن الكروموسوم أصلاً هو عبارة عن كوندنس fiber of DNA plus another molecule. هنعرف ايه هو المولكيول ده، which make a بيعمل لي ايه؟ complex. تمام كده وضحت. يبقى ده ال DNA، ده ال DNA، اوكي، وده another molecule اللي انا هقول لكم على اسمه كمان شويه، بيعمل بروتكشن للـ DNA، وبعد كده يحصل كوندنسيشن، يحصل كوندنس يعني بيبقى مور كوندنس لحد ما يقفل على بعضه كده ويديني الكروماتين فايبر للكروموسوم. طيب الـ DNA اصلا عبارة عن ايه؟ الـ DNA اصلا هو زي ما احنا شرحنا قبل كده عبارة عن النيوكليوتايد، عبارة عن، يبقى الـ DNA بيتكون من series of nucleotide، okay. series of nucleotide. إيه هي النيوكليوتايد؟ دي النيوكليوتايد. النيوكليوتايد عبارة عن إيه؟ عبارة عن بنتوز شوجر. أول إيه هي النيوكليوتايد؟ النيوكليوتايد عبارة عن جروب الأولاني بنتوز شوجر،
ولما قلنا بنتوز شوجر يعني بيتكون من 5 كربون أتوم، بيتكون من 5 كربون أتوم. يعني إزاي برضو 5 كربون أتوم؟ يعني بياخد شكل الحلقة الخماسية بالشكل ده أهو كده. أوكي، هنا عندي كربون 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 5 كربون أتومز، عشان كده قلنا عليه بنتوز. تمام. طيب ده في حالة الـ DNA. لو أنا عندي RNA هيبقى عندي في أكسجين في الحلقة. تمام، في الحلقة اللي قدامي تبقى فيها أكسجين، والكربون نمبر 5 هتبقى لوحدها. خلاص، يبقى أنا عندي هنا أدي 1 كربون 2 3 4 5. تمام، وهنا عندي أكسجين، ده في إيه؟ ده في الـ DNA، عفوا في الـ RNA. خلاص، ده في الـ RNA. تمام كده؟ إنما في الـ DNA ما بيكونش عندي الأكسجين، عشان كده سميناه دي كلمة قلنا المرة اللي فاتت، كلمة دي يعني remove وأوكسي of oxygen، يبقى ريموف اوف اكسجين، عملنا ريموف للاكسجين، عشان كده سميناه دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. ده ايه الكلمه الاصليه للاختصار ال دي ان اي. تمام، يبقى اول حاجه عندي هي البنتوز شوجر. طيب في عندي ايه تاني؟ في عندي المجموعه رقم 2 هي الفوسفات جروب، يبقى نمبر 2 عندي 2 الفوسفات جروب. اوكي، الفوسفات جروب دي بتبقى مرتبطه بالكربون نمبر 5، دايما بتكون ماسكه في الكربون رقم 5. طيب ازاي بتمسك في الكربون رقم 5 في الدي ان ايه؟ ادي عندي، نرجع نرسم ادي السايكل. تمام، بالشكل ده. لو قلنا هنا عندي 1 2 3 4 5. تمام، ان كربون نمبر 5 هنلاقي هنا في عندي بوند وكونكتد وذ فوسفات جروب. اوكي، طيب رقم 3 بقى في الاستراكشر بتاع الدي ان اي نمبر 3 هتبقى النيتروجينس بيزز. النيتروجين بيزز، والنيتروجين بيزز دي احنا شرحناها قبل كده في الفيديو بتاع الأورجانيك كومباوند في المحاضرة الثانية، وقلنا ان النيتروجين بيزز دي بتكون مرتبطة دايما او بتبقى ماسكة دايما في الكربون نمبر 3، بتيجي هنا في الكربون نمبر 3 وتتحد معاها النيتروجين بيزز. نكتب كده هنا دي البيزز. طيب ايه هي النيتروجين بيزز؟ النيتروجين بيزز بتكون يا إما نوعين من النيتروجين بيزز. أول حاجة نوع عندي اسمه البيورين، خلاص البيورين. النوع الثاني اسمه البيريميدين. البيورين والبيريميدين دول، البيورين والبيريميدين دول الشعبة نفسها أو الأصل بتاع التركيب بتاع المادة، يعني تابعة لكلاس بيورين، وفي مجموعة من النيتروجينس بيزز بتتبع كلاس البيراميدين على حسب الاستراكشر أو التركيب الكيميائي بتاع المادة. خلاص، طيب البيورين عندي نوعين من النيتروجينس بيزز، إيه هم البيورينز؟ البيورينز عندنا هم الأدينين والجوانين. يبقى أنا عندي تابع للكلاس البيورين الأدينين والجوانين. الأدينين بياخد رمز A، الجوانين G. تمام؟ طيب إيه هي النيتروجينس بيزز اللي تابعة للبيراميدين؟ البيراميدين عندنا 2 نيتروجينس بيزز، برضو عندي السايمين والسيتوزين.
تمام. السايمين بياخد رمز تي والسيتوزين بياخد رمز سي. على حسب ترتيب البيزز دي في الاستراكشر بتاع الدي ان ايه بيكون ده الكودون. الكودون ده عبارة عن ايه؟ الكودون ده هو الشفرة الجينية او الشفرة الوراثية اللي اقدر احدد بيها الخلية اللي قدامي دي هي اصلا خلية نباتية ولا حيوانية. تمام، يبقى انا اصلا ممكن من الدي ان ايه اقدر احدد ده بلانت ولا انيمال، حتى لو هي انيمال، ايه نوع الانيمال، هيومن، كات، دوج، يبقى على حسب الايه الكودون بتاع النيتروجين بيز. يعني ايه برضو، يعني ايه برضو كودون؟ مش فاهم. يعني زي ما احنا شايفين ده شكل الدي ان ايه اللي باللون الازرق ده كده، ده عباره عن الشوجر، الشوجر اللي هو الفوسفات مع الشوجر مع بعض بيعملوا لي باك بون، او عامل زي ايه ال حاجه زي العمود الفقري. خلاص، وخارج منها بقى النيتروجين بيزز. النيتروجين بيزز، النيتروجين بيزز دي بتبقى ماشيه بترتيب معين لكل كائن حي مختلف. يعني سي مثلا، هدي اكزامبل، تي تي A C G C C، دي ده اسمه كودون، ده كودون النيتروجين بيز. سايمين سايمين، أدينين سيتوزين، جوانين سيتوزين سيتوزين. تمام، فبيبقى ماشي مرصوص بالشكل ده. شايفين الألوان، أصفر أهو والأحمر والموف والأخضر، دي كلها عبارة عن نيتروجين بيزز. خلاص، نيتروجين بيزز. النيتروجين بيزز دي دايما دايما الأدينين بيرتبط مع السايمين، والسيتوزين بيعمل بوند مع الجوانين. تمام، يبقى كل أدينين تلاقيه دايما يتحد مع السايمين، كل سيتوزين دايما يتحد مع الجوانين. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة اللي قدامنا، ادي الأدينين اهو اللي باللون الأحمر دايما مرتبط مع الايه، مع السايمين. تمام، ادي الأدينين وادي السايمين، نلاقي دايما أخضر وايه واحمر، اهو اخضر واحمر، مستحيل تلاقي اخضر واصفر مثلا. السيتوزين دايما بيتحد مع الجوانين اللي هو البيربل والاصفر. طيب ما ينفعش ابدا نلاقي سايمين مع سيتوزين، ما ينفعش الاقي ادينين مع الجوانين، مستحيل. دايما في الدي ان ايه بيحصل بيز بيرنج. بيز bearing. What is the meaning of base bearing? The base bearing هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن ده الباكبون بتاع ال DNA، ده الباكبون. خلاص، الباكبون ده أهو زي ما قلنا عامل زي العمود الفقري كده، عبارة عن sugar مع الفوسفات، عبارة عن إيه؟ sugar مع الفوسفات، واللي خارج منه هو الايه الدي عفوا النيتروجين بيزز. تمام، طيب لو انا عندي هنا ادي الباك بون اهو عباره عن شجر وفوسفات، وقصاده ستريب تاني او شريط تاني من الدي ان ايه، خلاص، ده باك بون وده باك بون، فوسفات شجر وده فوسفات شجر، من هنا خارج عندي النيتروجين بيزز، هنشوف صوره ليها دلوقتي، نيتروجين بيزز، ومن هنا كمان خارج عندي نيتروجين بيزز. طيب انا هديكوا الكودون وانتوا فكروا كده بسرعه قبل ما انا اقول الانتي كودون. لو انا قلت مثلا عندي الكود ادينين اي تي تي سي جي على سبيل المثال، اوتوماتيك من غير ما تفكر انت تقدر تحدد ايه هو الانتي كودون. تمام، ايه الانتي كودون؟ يبقى ده الكودون، ده الكودون. ايه هو الانتي كودون؟ الانتي كودون ده اللي بيبقى قصاده او اللي هيتحد معاه. احنا قلنا الادينين بيتحد مع السايمين، يبقى انا قدرت اعرف الشفره بتاع الانتي كودون ولا لا؟ سايمين يبقى قصادها ادينين، سايمين ادينين، سيتوزين جوانين، جوانين سيتوزين. فهمنا حاجه؟ خلاص، وبيتحدوا مع بعض ب بوند، مش هتفرق بقى دبل ولا تريبل، لكن احنا عندنا عارفين ان الجوانين والسيتوزين تريبل بوند والسايمين والادينين دبل بوند. تمام كده يا شباب، واضح؟ يبقى انا بمجرد ما ابتدي اعرف ايه الكودون
اوتوماتيك ايه؟ اوتوماتيك هعرف اكون الانتي كودن. خدوا بالكم يا شباب، لان كتير جدا بتجيلي اسئله في الامتحان بيقول بيديني الكودن، بيقول لي في السؤال الكودن مثلا سي جي سي سي تي اي اي مثلا سي جي اند سو اون، وبيطلب منك في الاختيارات بيديني 5 اختيارات لانتي كودن. فانت المفروض اوتوماتيك قبل ما تبتدي تختار الاجابه، اختصارا للوقت، انت حط على طول الانتي كودن علشان تعرف تختار الاجابه بتاعتك. هيبقى الانتي كودن عندنا هنا ايه؟ ها تعال نمسح ده كده علشان مش لازم. هيبقى جي سي جي جي اي تي تي، ها صح، يبقى جي سي. خلاص كده انا عرفت الايه، الانتي كودن على طول. واضح يا شباب؟ وبعد كده اخد بقى اشوف اللي انا عملته ده انهي اختيار في ال5 اختيارات اللي قدامي. خلاص كده يبقى فهمنا فكره الدي ان ايه. يبقى الدي ان ايه اصلا عباره عن باك بون، وان سترين، وادي وان انذر سترين، 2 قصاد بعض. يبقى الدي ان ايه اصلا بيكون موجود، ادي الشريط الاولاني ومعاه واحد تاني بيبقوا كويلد على بعضهم، واخدين شكل الالفا هيليكس اللي قلنا عليه قبل كده، الفا هيليكس. تمام؟ بيكون عباره كلها عن ايه؟ عن النيتروجين بيزز. دي النيتروجين بيزز. الباك بون او الشريط ده هو عباره عن ايه؟ فوسفيت شوجر. خلاص؟ فوسفيت شوجر اللي هو البنتوز شوجر مع مجموعه الفوسفيت والنيتروجينس بيزز زي ما شفنا مع بعض، وشكل الايه الدي ان ايه بيكون موجود قدامنا. طبعا البدايه او اللي موجود عندي في السل هو الدي ان ايه. الدي ان ايه هو اللي موجود في السل او موجود داخل النيوكليس. تمام؟ لكن الدي ان ايه هو اللي بيكون الار ان ايه ديورينج ريبليكيشن، يعني اثناء عمليه الريبليكيشن في الاس فيز. فاكرين الاس فيز؟ الاس فيز في السيل ديفيجن اللي قلناه المره اللي فاتت، قلنا بيحصل عندي دي ان اي ريبليكيشن علشان يحصل ديفيجن للسيل. تمام؟ الدي ان اي ريبليكيشن اثناء حدوثه بيتكون عندي الار ان اي، بيتكون عندي الـ RNA. يبقى الـ RNA بيتكون تبع للاستراكشر او للكود بتاع الـ DNA، لان هو اللي بيترجمه. الـ RNA هو اللي بيترجمه، هو اللي بيساعد في تكوين البروتين، وهنوصل للمرحلة دي ان شاء الله ونفهم الكلام ده بيحصل ازاي. تمام؟ طيب تعالوا كده نرجع نبص مع بعض تاني لصورة اوضح للـ DNA. الـ DNA زي ما احنا شايفين اهو عباره عن two strains، ادي السترين الاول وادي السترين الثاني. تمام؟ بيكونوا ملفوفين حوالين structure كده، ده complex او chemical compound اللي لونه اخضر ده. الكومبلكس او الكيميكال كومباوند ده اسمه ايه؟ اسمه هيستون، اسمه الهيستونز. ايه هي الهيستونز؟ الهيستونز دي عباره عن نوع من انواع البروتينز، او الاستراكشر بتاعها عباره عن بروتين. وظيفه الهيستون هو يعمل بروتكشن وسبورت طبعا للدي ان ايه. يبقى نكتب كده مع بعض ان الهيستون ده عباره عن كومبلكس اوف بروتين. خلاص؟ كومبلكس اوف بروتين. الفانكشن بتاعته فانكشن ايه؟ زي ما قلنا دلوقتي هو protect ال DNA، بيعمل protection لل DNA molecule. خلاص؟ بيعمل protection لل DNA molecule. طبعا لو احنا ركزنا في الهيستون مع ال DNA، بيعمل DNA plus الهيستون بيدوني ايه؟ DNA هيستون كومبلكس. خلاص؟ الكومبلكس ده فيري سترونج كومبلكس، نكتبها كده برضو مهمه جدا، ده بيكون فيري سترونج كومبلكس، بيساعد في عمليه الايه الكوندنس اوف
دي ان ايه، يبقى مع البروتكشن هو بيساعد في الكوندنس اوف دي ان ايه. يعني ايه كوندنس؟ شايفين هو مسك الدي ان ايه وخلى الدي ان ايه يلتف حواليه خلاص، وبعد كده ابتدى الهستون ده يقرب من بعضه بالشكل ده، حصل ايه؟ كوندنس للسترينز بتاع الدي ان ايه تمام، وبعد كده ابتدى يتخن ويديني السيكنس بتاعه كبير شويه، بعد كده ابتدى يقرب اكتر ويديني السكافلد ده، السكافلد اللي هو الاستراكشر بتاع الموليكولر، الاستراكشر الموليكولر بتاع الدي ان ايه بقى، لان هو لازم يقرب من بعضه اكتر ويحصل له كوندنس اكتر علشان يكون لي الايه في الاخر، يكون لي الكروموسومز. عرفنا ازاي الكروموسومز بيتكون او بتتكون ازاي؟ يبقى انا لو جيت فردت الكروماتين بتاع الكروموسوم هيبدا يديني سكافلد الاول، وبعد كده يديني الكوندنس فايبر اوف كومبلكس بتاع الهستون والدي ان ايه، بعد كده نفرد اكتر هيظهر عندي الدي ان ايه لوحده والهستون لوحده. واضح كده يا شباب؟ واضح. طيب دلوقتي نرجع تاني للصوره دي. الصوره دي الشكل اللي قدامنا ده اسمه بيز بيرينج. يعني ايه بيز بيرينج؟ برضو كلمة بيز يعني جاية من النيتروجين بيزز، خلاص، اللي هي الأدينين، أدينين والسايمين، الجوانين والسيتوزين، خلاص. طيب بيرينج جاية من أنا بعمل بير، يعني بعمل كونكشن ما بين تو بيرز، وليكن الادينين مثلا مع الثايمين، دي اسمها بيرنج. يبقى انا عملت بيرنج هنا، يبقى او الجوانين والثايمين. لازم نعرف المسميات دي ليه؟ لانها بتتقال في السؤال، يقول لك حصل بيز بيرنج بتوين تو نيتروجينس بيزز، فانا ابقى فاهم يعني ايه بيز بيرنج، ما نجيش اتخض في الامتحان هو ايه البيز بيرنج ده. البيز بيرنج ان انا بعمل بيرنج او بعمل كونكشن او بيبقى في عندي بوند بتوين تو نيتروجين بيزز. اوكي طيب لو جينا بصينا هنا على الستريند اللي قدامي ده، احنا لو رجعنا هنا للستراكشر بتاع النيتروجين بيز، قلنا احنا عندنا 5 كربون اتومز، عند الكربون نمبر 5 هيبقى عندي فوسفات جروب، وعند الكربون نمبر 3 عندي النيتروجين phases group، خلاص. طيب يبقى انا هنا عندي هنا الفايف اند، خلاص دي الفايف اند خلاص، ودي ايه هنا الثري اند. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ هنا الكربون نمبر كام؟ نمبر 3 صح، اللي خارج منها النيتروجين بيزز. انتهى بيها الشريط ولا لا؟ الشريط بتاع الدي ان ايه او الستريند بتاع الدي ان ايه انتهى بالكربون نمبر 3، يعني النيتروجين بيز اخر حاجه عندي تمام. انما هو ابتدى بايه؟ ابتدى بالكربون نمبر 5، فانا بقول على دي 5 اند، بدايه الشريط من فوق 5 اند، ونهايه الشريط بتاع الدي ان ايه من تحت بقول عليها 3 او 3 اند. يبقى انا عندي 2 اند للدي ان ايه، ال 5 اند وال 3 اند. طيب تعالوا نرسم كده مع بعض، ادي الدي ان ايه ستريند اهو، ده الستريند الاول، ونيجي بقى نشوف هنا ثانية واحدة، ادي الستريند التاني، ستريند التاني كده تمام، ادي الستريند التاني. طيب الستريند اللون الاصفر ده الستريند نمبر 2، واللي باللون الاحمر ده الستريند الاول او الاصلي خلاص. هنا ببدا عندي بالفايف داش اند، خلاص الفايف داش اند. يعني ايه فايف داش اند؟ يعني عندي الفوسفات جروب خلاص، وبينتهي خلاص ويقف في الدي ان ايه بتاعي عند الثري داش اند تمام. ايه اللي انا كاتباه ده؟ نهار ابيض، اند. اوكي ثري داش اند. طيب نيجي بقى نشوف الستريند التاني، الستريند اللي قصاده هيبقى عكسه، هيبقى هنا
3 داش اند خلاص، وهنا 5 داش اند خلاص كده يا شباب. يبقى الدبل سترينز بيبقوا قصاد بعض عكس بعض، لان ده بيكون في الكودون قصاده الايه الانتي كودون. اوكي واضح يا شباب كده النقطه دي واضحه. نيجي بقى نشوف دلوقتي يعني ايه الثري اند. تعالي نكتب، تعالوا نكتبها هنا مع بعض، الثري داش اند والفايف داش اند في السترينز بتاع الدي ان اي. تمام. طيب الثري داش اند ده عباره عن الاوبوزيت بيز اوف ذا ماستر ستريند، يبقى الفايف داش اند ده الماستر سترينز خلاص، بيكون هو الماستر ستريند زي ما قلنا. ببدا بالفايف داش اند وبنتهي بالثري داش اند، ده الماستر سترينز خلاص. وده اللي الدايركشن بتاع الريبليكيشن دايما دايما، الدايركشن اوف ريبليكيشن بيكون، الدايركشن بتاع الريبليكيشن بيكون من الفايف داش اند تو الثري داش اند. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني لما اجي اعمل ريبليكيشن للدي ان ايه، الريبليكيشن بيمشي بالاتجاه ده كده من ال5 داش لل3 داش، ماشي كده خلاص. شايفين اتجاه السهم بتاعي بالمنظر ده خلاص، بالاتجاه ده. ده في الايه، في الماستر ستريند اللي هو الاساسي. ال3 داش اند لما ببدا بقى بال3 داش اند اللي هو باللون الاصفر ده، بيكون عباره عن الكوبي، ده الكوبي او الاوبوزيت الاوبوزيت للماستر ستريند خلاص كده. ده بيكون كومبلمنتري سترينز، وبيكون الريبليكيشن بتاع السترينز ده عكس الايه، عكس الريبليكيشن بتاع الماستر ستريند. بس هو لازم يكون عندي من ال5 اند تو ال3 اند برضو. تمام. يعني ما ينفعش يمشي من 3 تو 5، ما ينفعش يمشي كده غلط. تمام. لازم يمشي الاتجاه المعاكس. احنا ممكن نعملها بلون تاني علشان نقدر نميزها. هيبقى الاتجاه او الدايركشن بتاع الدي ان اي ريبليكيشن في ال 3 داش اند سترينز بيكون معاكس او مخالف للماستر ستريند، لان احنا ماشيين من 5 تو 3 خلاص كده يا شباب. الموضوع واضح او الفكره واضحه. دلوقتي لما هنشوف عمليه الريبليكيشن بتاع الدي ان اي هنفهم الموضوع اكتر. طيب ايه هي الفكره بتاعه الريبليكيشن؟ الريبليكيشن اوف دي ان اي، فكره الريبليكيشن ان انا الستريند ده بتاع الدي ان اي عايز اعمل له ريبليكيشن. يعني ايه اعمل له ريبليكيشن؟ يعني انا عندي كوبي اهو، ببقى عامله كده. طبعا اللي في النص ده البوند اللي ما بين النيتروجين بيز، وانا بيكون عندي كودون، وليكن مثلا على سبيل المثال هنا نقول مثلا سي سي اي تي سي خلاص، وهيبقى قصادها جي جي تي اي جي خلاص. طيب ده الكود، وهكذا بقى في كل الدبل سترينز بتاع الدي ان اي. المطلوب مني دلوقتي ان انا اعمل ريبليكيشن. يعني ايه ريبليكيشن؟ يعني ادي او انتج في الاخر تو دبل سترينز اوف دي ان اي ايدنتيكال تو ذا ماذر ستريند خلاص كده. طيب تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده بيحصل ازاي. اديني هنا نفس الستريند اهو، يديني 2 دي ان اي بالشكل ده. تمام. نفس الكود بالظبط بتاع الماستر او الاصل بتاع الدي ان اي. لو بصينا على الترتيب بتاع النيتروجين سبيسز في التو سترينز اللي ظهرت، هتبقى ذا سيم وذ ذا بيرنت او الاصل بتاعنا. يعني مثلا هيبقى ده بيحتوي على نفس الكودون اللي هو سي سي، طبعا المكان صغير شويه، A T C، وهيبقى قصاده G G T. طبعا انا ببص هنا على الكودون واحط قصاده الانتي كودون
خلاص انتوا لازم عينيكوا اوتوماتيك تكون واخده عليه. وده نفس الكلام سي سي اي تي سي وجي جي تي اي جي. خلاص كده الاثنين اللي طلعوا ايدنتيكال للمذر او للبيرنت بتاعتهم. خلاص كده دي فكره الريبليكيشن اوف دي ان اي. وطبعا كل ستريند من ده بيروح عامل ايه ريبليكيشن تاني بيديني دبل ستريند تاني بالشكل ده، وده نفس الكلام ده بيديني دبل ستريندز تاني، وهكذا. انا بكتر او بزود عدد الستريندز بتاعت الدي ان ايه اللي هي بتحتوي على زي ما قلنا الكودون او الشفره الجينيه او الشفره الوراثيه اللي بتحمل كل الصفات الوراثيه اللي موجوده في جسمنا. كل حاجه كل البروتينز، ترتيب البروتينز في جسمنا مسؤول عنه الدي ان ايه. تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض ازاي بيحصل الدي ان ايه ريبليكيشن. الدي ان ايه ريبليكيشن يا شباب ده يعني حاجة بسيطة كده نقدر نتخيل بيها. ادي ال 3-N بتاعت الستريندز ده بيبدأ من ال 5- لل 3-. ادي الماستر، ده الماستر ستريند، واللي عكسه او اللي قصاده الاوبوزيت لي بيبدأ من ال 3 لل 5-. خلاص كده عندي النيتروجين بيزز A G T T A C، عفوا G، وقصادها T C A A T C. تمام. طيب اللي بيحصل الآتي، يعني أنا عندي أهو آدي الدبل سترينز وفي بينهم الـ A الهيدروجين بوند اللي في النص دي هيدروجين بوند between الـ A النيتروجين bases. خلاص hydrogen bond between nitrogen bases. طيب اللي بيحصل في المرحلة الثانية ان احنا هنكسر الhydrogen bond. هعمل ايه؟ هعمل break down للhydrogen bond اللي موجود في الايه في الdouble strands، وهبعد الstrand اللي فوق والstrand اللي تحت ابعدهم عن بعض، وموجود عندي النيتروجين بيزز هنا والنيتروجين بيزز هنا. فانا عملت ايه دلوقتي؟ اول حاجه عملت بريك داون تو الهيدروجين بوند. خلاص عملت بريك داون للهيدروجين بوند. تاني حاجه عملت ايه؟ عملت اتش سترينز. خلاص بقت ايه؟ اواي او become away from each other. خلاص بعدوا عن بعض زي ما احنا شايفين. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بمساعدة الـ RNA، وهشوف دلوقتي بس لما ادخل للـ RNA مش عايزة لخبطكم. بمساعدة الـ RNA بيبدأ يترجم الشفرة ويبدأ يعمل لي strains جديدة. خلاص بيبدأ الترجمة. احنا هنا عندنا ايه يا شباب؟ عندنا هنا 5-end، اتفقنا هنا ال 5-end وهنا ال 3-end، وهنا عكسها ال 5-end وهنا ال 3-end. خلاص لما باجي بقى عملية الترجمة او ازاي بيتكون عندي ال strains الجديدة، بنبدأ من ال 5، بنبدأ من الـ 5 end. هو الشريط اللي قصاده هيبقى ايه؟ لو انا هعمل واحد جديد هيبقى كده من هنا 5 وهنا 3، صح؟ 3 end لو انا هعمل strand جديد. فهو اصلا عملية الترجمة بتاعت الكودون بتبقى ماشية من الـ 5 end to 3 end، مش الـ 5 end بتاعت الشريط الاصلي، لا الـ 5 end بتاع الشريط الجديد اللي هيتكون. تمام؟ بمشي كده من الـ 5 end للايه ال 3 اند بتاع الشريط السترينز الجديد اللي هيتكون. خلاص ببدا بال 5 اند، بعيد تاني ال 5 اند اهو زي ما احنا شايفين، ادي ال 3- وادي ال 5- ده الايه الاصلي. تمام؟ عمليه الترانسليشن او ان انا اكون سترينز جديده بتمشي من ال 5 اند بتاع النيو سترينز تو ال 3 اند بتاع الايه النيو سترينز. تمام؟ مش بتاعه الاصلي، لا بتاع اللي انا بعمله جديد. خلاص
يبقى عملية الترانسليشن أو تكوين أو السنسز بتاع new strains of DNA من الـ 5-2 3-. تمام كده؟ هنمشي بالخط كده، والسهم ماشي من 5 لي 3، وطبعا هيتكون اللي لما انا يعني عندي هنا مثلا C هيبقى قصادها على طول نيتروجين بيز G، A مثلا هيبقى T، وهكذا. خلاص وهكذا. طيب نفهم من كده ان السترينز الثاني، السترينز الثاني ده هتبقى عمليه الترانسليشن او السنسز بتاع نيو سترينز جايه منين؟ جايه كده، جايه كده صح؟ اهو جايه كده. ليه؟ عشان دي الفايف اند بتاعته وهنا الاي الثري داش بتاعته. اعتقد كده الموضوع بقى واضح. تمام، بتفضل عمليه الترانسليشن تكمل لحد ما يدوني تو نيو سترينز جداد. كده انا عملت الايه؟ الدي ان اي ريبليكيشن. واضح يا شباب؟ المعلومه كده بقت واضحه؟ خلاص. طيب الحكايه دي بتمشي بسهوله كده او بسلاسه؟ لا، في عندي حاجات كتيره بتساعدني في عمليه الدي ان اي ريبليكيشن. في انزيمات مهمه جدا ان احنا نعرفها ونعرف ازاي بتساعد الدي ان اي في عمليه الريبليكيشن. الصوره اللي قدامنا دي هتساعدنا في ان احنا نتعرف على عمليه الريبليكيشن بتاعت الدي ان اي، وايه اهم الانزيمز اللي داخله في عمليه الريبليكيشن. احنا عارفين كلنا خلاص ان الدي ان اي دبل سترينز بيكون واخد شكل الالفا هيليكس، هايلي كويلد، هايلي كويلد. تمام، كويلد هنا في اي. اوكي، يعني عشان واخد شكل الالفا هيليكس. طيب الشكل بتاع الالفا هيليكس ده مش هعرف ان انا اشتغل عليه او اكسر الهيدروجين بوند ما بين النيتروجين سبيسز غير لما افرده. فانا بمسك السترينز بتاع الدي ان ايه، افرده واخليه قصاد بعض بالشكل ده، بس بتبقى ماشيه الدنيا حته حته مش كله مع بعض. فاهمين انا عايزه اقول ايه؟ ان انا بفرد الشريط ويبقى عندي النيتروجين سبيسز موجوده في النص بالشكل ده كده، البوند ما بينهم. خلاص. طيب عارفين لما بتبقى عندك شريطه مقلوب ملفوفه كده وانت بتفردها، بتفردها عشان تخليها الشريطه مفروده بالشكل ده. طيب ايه هو اللي بيساعدني ان انا اعمل الحكايه دي؟ مين اللي بيساعدني ان انا افرد الشريط او الستريبس او السترينز بتاع الدي ان ايه؟ انزيم مهم جدا اسمه التوبيزموريز. يبقى اول انزيم هنتعرف عليه النهارده هو انزيم الايه؟ التوبيزموريز. التوبيزموريز، خلاص. انزيم التوبيزموريز ده بيفرد زي ما احنا شايفين في الصوره قدامنا، كانه ماشي كانها حلقه وبتفرد الايه؟ السترينز بتاع الدبل سترينز بتاع الدي ان ايه. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اكسر البوند ما بين النيتروجين سبيسز وبعضها اللي هي الهيدروجين بوند دي، الهيدروجين بوند دي. تخيل بالظبط لما تكون السوسته مقفوله بتاعت الجاكيت، وانت بتفتح سوسته الجاكيت في عندي اللي هي اللبيسه نفسها او البتاع اللي بتجر السوسته وبنفتح بيها السوسته، هي دي بالظبط. ده انزيم اسمه انزيم الهيليكيز. انزيم الهيليكيز شايفين ادي اهو ماشي عمال يفتح السوسته، يفتح السوسته اللي هي بيكسر الايه؟ بيكسر الهيدروجين بوند بتوين النيتروجينس بيزز. يبقى احنا عرفنا دلوقتي اول حاجه التوبيزموريز. التوبيزموريز بيعمل ايه؟ بيعمل ريلاكسز للسوبر كويلد دي ان ايه. خلاص. تاني حاجة عندي أو تاني إنزيم عندي في عملية الـ DNA replication بيساعدني هو الـ DNA helicase. خلاص. DNA helicase. تمام كده. زي ما قلنا الـ DNA helicase بيعمل ايه؟ بيعمل separates the double strains of DNA، بيعمل breakdown للهيدروجين bond between the nitrogenous bases زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره. خلاص كده ادي النيتروجينس بيزز ابتدت تنفصل مع بعض عن طريق الايه؟ الدي ان ال هيليكيز. يبقى اول حاجه التوبيزموريز بيفرد او بيريح
السوبر كويلد او الهايلي كويلد الفا هيليكس بتاع الدي ان اي، بعد كده يدخل عندنا الهيليكيز علشان يكسر البوند بتوين الاي بتوين النيتروجين بيزز. يجي بعد كده انزيم نمبر 3 اسمه البرايميز، الدي ان اي برايميز. يبقى الدي ان اي برايميز ده، الدي ان اي برايميز زي ما احنا شايفين اهو، ادي الدي ان اي برايميز. الدي ان اي برايميز بيعمل ايه؟ بنشوف ايه المنطقه اللي موجوده في الدي ان اي هتبقى بالنسبه لي الستارتنج بوينت، يبقى بيساعدني في اني احدد ايه هي الستارتنج بوينت بتاعه الترجمه الجديده بتاعه الدي ان اي. يعني هو مثلا جه هنا في البوينت دي وقال طيب يلا نبدا بقى نعمل ايه، نعمل ستارتنج بوينت، انا هبدا من هنا، انا هبدا من الحته دي، هنبدا ترجمه الستريند بتاع الدي ان اي من المنطقه دي. اذا البرايميز بيعمل بيحدد الستارتنج بوينت اوف ترانسليشن، هبدا منين بالظبط، انهي بوينت اللي هبدا اعمل الدي ان اي او هبدا اعمل ترانسليشن للدي ان اي لستريند جديد. خلاص كده ده بالنسبه للبرايميز. نيجي بعد كده لنمبر 3 الانزيم اللي بيساعدني بعد كده. يبقى خلاص جه البرايميز وقال احنا هنبدا من النقطه دي، يجي بقى انزيم اسمه البوليميريز، الدي ان اي بوليميريز اهو، الدي ان اي بوليميريز. فين الدي ان اي بوليميريز؟ اهو ادي الدي ان اي بوليميريز. الدي ان اي بوليميريز بيعمل ايه؟ الدي ان اي بوليميريز هو اللي بيعمل سنسز للنيو سترينز، هو اللي بيعمل سنسز للنيو سترينز ماشي، ومعاه كل الاكواد بتاعه النيتروجينس بيزز، كانه كده عامل زي مخزن في كل الاكواد بتاعه الدي ان اي بتاعه النيتروجينس بيزز، ويمشي على الخط. مثلا البرايميز قال له هتبدا من هنا، يروح ماشي على الخط بتاع الدي ان اي سترينز ويخرج النيتروجينس بيزز ويخليها تتحد مع الايه النيتروجينس بيزز اللي في السترينز الاصلي. يبقى الدي ان اي هو اللي بيصنع، بيعمل سينسز للنيو سترينز اوف دي ان اي، وبيبقى عامل زي عارفين البروف ريدنج، يعني بيساعد في انه بيشيك على اي خطأ كمان ممكن يحصل. يعني هو ماشي عمال يترجم هنا كده، ماشي عمال يترجم في السترينز هنا، عمال يترجم كده، وكمان في نفس الوقت يتأكد هنا في خطأ عندي، هل في خلل حصل ولا لا. زي البروف ريدنج بتاع اي بيبر، لما نيجي نكتب اي بيبر او نكتب اي حاجه، مش بناخد الحاجه اللي احنا كتبناها دي ونروح نبعتها لحد يشيك عليها من اي اخطاء او اي مشكله، هو بالظبط بيعمل الوظيفه دي. يبقى الدي ان اي بوليميريز بيعمل سينسز للنيو سترينز اوف دي ان اي، وبيعمل از ا بروف ريدنج اند كوركشن لاي ايرور بيحصل في عمليه الترانسليشن بتاعه النيتروجينس بيزز في الدي ان اي. خلاص كده. طيب عملنا الأكواد الجديدة عن طريق البوليميريز، هيفضل عندي بقى إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أعمل ريجوينز بقى للسترينز مع بعضهم البعض. هيجي عندي إنزيم اسمه الـ DNA ligase number 5، الـ DNA ligase. الـ DNA ligase ده بيعمل ريجوين للتو دي ان اي سترينز انتو دبل الفا هيليكس سترينز. خلاص كده يبقى بيساعد في عمليه الدبلنج. خلاص اداني الشكل الدبلنج النهائي، امسح بس الشخبطه دي علشان تبقوا متخيلين معايا اهو، يعمل دبلنج. ادي اللايجيز اهو عمل خلاص الدبلنج، وشايفين اصلا السترينز ممكن تكون متقطعه شويه كده، وهقول لكم دلوقتي اسم اللي متقطعه دي ايه، وبيربط السترينز المفصولة عن بعض، يربطها ويخليها خط واحد. خلاص ده اسمه ايه؟ الليجيز. ويرجع تاني يحول السترينز بتاع الدي ان ايه الى الشكل الالفا هيليكس. واضح يا شباب؟ خلاص كده يبقى عندي خمس انزيمات مهمة جدا في عملية الايه؟ عملية الدي ان ايه ريبليكيشن. تعالوا نكتب مع بعض تيبل كده، هنعمل تيبل بالشكل ده علشان لما نيجي نذاكر. خلاص
هنكتب name of enzyme name of enzyme خلاص. وهنا هنكتب ايه الفانكشن الحاجة اللي بيعملها. أول انزيم عندي قلنا التوبوزميريز. ايه الفانكشن بتاع التوبوزميريز انزيم؟ قلنا ايه؟ بيعمل ريلاكسز صح؟ بيعمل ثواني بس اغير اللون الاصفر ده، بيعمل ريلاكسز، بيريح او بيفرد ذا سوبر كويلد DNA alpha helix. تمام. طيب نيجي بعد كده عندي الانزيم التاني هو الايه رقم 2، قلنا DNA helicase. DNA helicase بيعمل ايه DNA helicase؟ it used in separates the double okay strains of DNA. طب ازاي بيعمل separation لل double strains of DNA؟ by breaking the hydrogen bond between الA and nitrogen. nitrogen bases. تمام يا شباب؟ واضح كده؟ يبقى هو بيعمل بيساعدني في عملية الـ separation بتاع الـ double strains between الـ nitrogen bases. ويساعدني في إنه يسمح بإني أعمل another couple. خلاص للنيو سترينز. نيجي بقى للبرايميز رقم 3. البرايميز قلنا بيعمل ايه البرايميز؟ بي provide starting point خلاص بيحدد ابدأ منين. انا هبدأ من هنا provide الـ starting point for ال DNA replication. هيبدأ منين بالضبط؟ خلاص بيحدد لي ال replication هيبدأ منين في ال new strains. طيب نيجي بعد كده نشوف الانزيم number 4 اللي هو يعني خليني اكتبه باللون الاحمر علشان ده مهم جدا ان احنا ما ننساهوش، لان ده اهم انزيم عندي وهو ال DNA polymerase. ال DNA polymerase ده عبارة عن الانزيم اللي بيعمل ايه بقى؟ بيعمل اهم شغل في عملية ال DNA replication، هو اللي بيعمل synthesis. خلاص synthesis of the new DNA strand. خلاص هو اللي بيعمل سنسز للنيو دي ان اي سترين. كمان قلنا بيعمل زي بروف ريدز ذا اند كوريكت سم ايرور. خلاص بيعمل بروف ريدنج للسترينز اللي اتعمل ويبدأ يسلكت أي خطأ موجود ويعدله. خلاص كده كده يبقى فاضل لي آخر إنزيم من الإنزيمز اللي بتساعدني اللي هو بيرجع بقى الدنيا تاني زي ما كان. آخر إنزيم عندي خدناه النهاردة وهو number 5 الـ DNA DNA ليجيز. ال DNA ligase ايه الفانكشن بتاعته؟ قلنا ايه؟ بيرجع بقى كل حاجة، بيعمل rejoin the new
trains of DNA. خلاص rejoin the new strains of DNA into alpha helix. خلاص كده بيرجع الشكل تاني الالفا هيليكس ده مرة تانية. خلاص كده يا شباب اتفهمت فكرة الـ DNA replication. بمجرد ما نفتكر الشكل ده أو الصورة دي اللي قدامنا على طول هنقدر نفتكر الانزيمز عبارة عن ايه والفانكشن بتاعها عبارة عن ايه. طبعا الانزيمز دي مهمة جدا انها تتحفظ، نحفظها ونحفظ الفانكشن بتاعها لان هي بتجيلي في الاختيارات وبيلخبطنا جدا في الفانكشن. يقول لك مثلا اللايجيز بيعمل سينسز للنيو دي ان اي، مثلا نختار ايه اللي بيعمل سينسز للدي ان اي، اللايجيز ولا البوليميريز ولا البرايميز. تمام، فانا لازم ابقى عارف الفانكشن بتاع كل انزيم لوحده. اخر حاجه هقولها لكم دلوقتي عن الدي ان اي ريبليكيشن قبل ما ادخل في الـ RNA وعرف ازاي بيساعد الـ DNA في عملية replication. زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، الصورة اللي قدامنا دي بتوضح ازاي الـ strains او ازاي بتحصل الترجمة او الـ translation او الـ formation of new strains of DNA من الـ 5-end to الـ 3-end، بتبقى ماشية في الاتجاه ده. لو انا عندي الـ strains الاصلي، الـ strains الاصلي هو 3- خلاص؟ الاسترينس الاصلي هو الثري، ببدأ من الثري داش وانتهي بالفايف داش، فببدأ أنا في الترجمة في عملية الترجمة أو تصنيع النيو سترينس اوف دي ان اي من الفايف داش. تمام، لما ببدأ من الفايف داش بيمشي خط مستقيم دايركت كده مش متقطع عندي على طول لحد ما يفضل ماشي 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 لحد ما يخلص الشريط بتاع الدي ان اي كله دايركت مرة واحدة. خلاص ده بالنسبة لي لو هبدأ من الفايف داش. هنا لما ببدأ من الفايف داش ده اسمه leading strains، اسمه leading strains. خلاص يبقى leading strains لما يكون الأصل عندي الديني الأصل بيبدأ من الثري داش وأنا بكمل من أو ببدأ الشغل بتاعي من الفايف داش. لما ببدأ من الفايف داش بتلاقي الخط ماشي خط مستقيم direct 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 لحد ما خلص الشريط بتاع الديني الجديد. طيب لو أنا ببدأ العكس من الفايف داش في الأصل الاسترينس الاصل بتاع الدي ان ايه، خلاص فانا محتاج ان انا ابدا من 5 داش. خد بالك انا ببدا من 5 داش من جوه، يبقى انا ببدا من جوه. فبيمشي ازاي؟ بيمشي خط متقطع يعمل حته صغيره ويقف، وبعدين يعمل حته صغيره ويقف، وبعدين يعمل حته ثانيه صغيره ويقف. خلاص ليه؟ لان ببدا من جوه. الجزء اللي جوه ده، الجزء اللي هو في النص ده، انا هنا شغال عندي الهيليكيز يفصل الربطة ما بين الهيدروجين بوند ما بين النيتروجين بيز من هنا كده. تمام، هنا انزيم الهيليكيز واقف هنا وعمال يفتح في الايه، الجزء اللي هنا ده اسمها الفورك، الفورك او راس الشوكة الفورك بتاعنا. فانا لما باجي ابدا من السترينز عند السترينز اللي هو اوريدي بيبدا من 5 داش، فانا لازم انا ابدا من 5 داش. عشان ابدا انا من 5 داش بيبقى بدخل من جوه، فبعمل fragments. بعمل ايه؟ fragments كده. خلاص الفراجمنتس دي اسمها اوكازاكي fragments، اسمها اوكازاكي fragments، وبسمي السترينز الجديد ده lagging strains. يبقى انا عندي النيو 2 او بلاش 2 نقول الدبل النيو دبل strains، النيو دبل سترينز بتكون عبارة عن two strains. ايه هما الـ two strains؟ الليدنج سترينز، الليدنج سترينز واللاجنج سترينز. طيب الليدنج سترينز هو عبارة عن اني بعمل عملية الترانسليشن او الفورميشن اوف نيو سترينز فروم 5-end to 3-end لما يكون الاصل بتاعي ببدأ من بره الفورك، من بره الايه السترينز من بره. خلاص طيب لما يكون lagging strains بنضطر ان احنا بنبدأ من جوه. خلاص فبيحصل عندي تكوين للأوكازاكي fragment.
خلاص. ليه قلنا عليها اوكازاجي فراجمنتس؟ لان الاوكازاجي ده اسم الساينتست اللي اكتشف انه لما بيكون عندي في السترينز اللي اوريدي هو بيبدا من الفايف داش عشان اعمل عكسه، فهبدا من جوه بالعكس فباجي من المنتصف كده، هو اللي اكتشفه اسمه اوكازاجي فسميناه اوكازاكي سترينز. كده احنا خلصنا خلاص بمجرد ما بنتهي من عمليه الترانزيشن. طبعا الاوكازاكي سترينز دي بيجي عندي انزيم اللايجيز بقى، يجي هنا انزيم اللايجيز اللي قلنا عليه المره اللي فاتت، ويربط الايه السترينز دي ببعضها علشان يديني شريط ثابت. اهو ادي عندي اللايجيز، ادي انزيم اللايجيز اهو جه عند الفتحات ما بين الاوكازاكي فراجمنت ويروح رابطهم ببعض. خلاص كده واضح يا شباب؟ احنا كده خلصنا الدي ان اي ريبليكيشن. اتمنى ان احنا نكون فهمنا وتكون المعلومات واضحة. مهم جدا المحاضرة دي، مهمة جدا، بنتسأل عنها كتير. هناخد المحاضرة أو استكمال المحاضرة أو البارت 2 المحاضرة عن الـ RNA، نذاكر دي كويس وبعد كده ندخل على الـ RNA عشان ما نتلخبطش خالص. شكرا جزيلا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.